بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله تكلم عن الكتاب ويتكلم هنا عن السنة ويذكر الأدلة على لزوم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. قال الله عز وجل قال الله جل ثناؤه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة لله، إذن الوفاء بها واجب، وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية الكريمة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، في البيعة قبيل صلح الحديبية، البيعة تحت الشجرة، عندما بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا، وبايع بعضهم على الموت وهو واحد. لما بلغهم قتل عثمان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش على الثبات في القتال، فكان هذا الأمر الواجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثبات في القتال أمر من الله، كان أمرا من الله عز وجل. من وفى بهذه البيعة فقد وفى مع الله، من بايع رسول الله بايع الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ عن الله أوامره، فكان أمرا واجبا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا صريح ومن أوضح ما يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله عز وجل. وقال عز وجل: وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبي بها للزبير. والقصة ليس في عين الأرض، ولكن كان في سقياها، في بين رجل من الأنصار وبين الزبير رضي الله عنه. وقال هذا الرجل لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، ويقال إنه ممن شهد بدرا، ويقال إنه كان فيه يعني نوع نفاق، لكن ذكر أنه شهد بدرا يمنع أن يكون منافقا النفاق الأكبر، لكن أهل بدر ليسوا بمعصومين من الذنوب. ويمكن أن يكون هذا الرجل قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، لا يعلم أن عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن لا يخطئ ولا يظلم في شيء من الحكم ولا يحابي أحدا، فيكون فيه نوع من النفاق وليس من النفاق الأكبر. وأيضا الآية نزلت بعد أن قال هذا الكلام، كما قال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله الإيمان وأقسم سبحانه وتعالى على نفيه بذاته عز وجل، ونسب وذكر اسم الرب المقسم به، فلا وربك مضافا إلى ضمير المخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كاف الخطاب وربك، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وتعظيما بلزوم امتثال حكمه. فلا وربك لا يؤمنون، نفى، أقسم الله على نفي الإيمان، وهو يشمل حالين: نفي أصل الإيمان لمن أبى الامتثال واستحل المخالفة، فهذا ينتفي الإيمان من أصله. والحال الثاني أن يقر بلزوم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولكن يخالفه معصية ويسعى إلى عدم إقامته والعمل به، فهذا انتفى عنه الإيمان الواجب ووقع في الفعل المحرم وكان فيه خصلة من النفاق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل ما وقع من خصومة واختلاف ونزاع من أمور الاعتقاد أو العمل أو العبادة أو الخلق أو أي أمر من الأمور. والآية وإن نزلت على سبب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيما شجر، في كل ما وقع من اختلاف فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يصح الإيمان الواجب إلا مع انتفاء الحرج في النفس مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا بد من التسليم الكامل، ويسلم تسليما. وكما ذكرنا، من كان في نفسه رفض شرع الله عز وجل الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو استحلال مخالفته، إذا كان عنده إباء واستكبار على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه، أو عنده تكذيب واعتقاد صحة ما خالفه دون ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا أصلا. قال: وهذا القضاء، يقصد الشافعي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، هذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم منصوص في القرآن، والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. الإمام الشافعي رحمه الله يبين بيانا شافيا في أن من علم حكم الله فرده ولم يسلم له لا يكون مؤمنا، وهم كانوا يعلمون ذلك، لكن كان الأمر عندهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحتمل غير ذلك لأنه غير منصوص عليه، حتى علموا أن هذا أيضا لازم لهم. يقول: لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله، لم يسلم ولم يقبل، لم يرضى بحكم الله، إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل، غير مشكل الأمر. طب إذا كان في إشكال، في اختلاف في التفسير، احتمال وجهين في الآية أو في الحديث، لم يكن ذلك نافيا للإيمان. إنما متى يحكم عليهم أنهم ليسوا بمؤمنين؟ إذا ردوا حكم التنزيل في نص غير مشكل، غير محتمل، لا يقبل تأويلا. قال: أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. وقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أدب الله عز وجل المؤمنين وبين لهم أنهم لا يجوز لهم أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضهم بعضا، أو لا يجعلوا دعاء الرسول لهم إذا ناداهم ك
كدعاء بعضهم بعضا لا تلزمهم الإجابة بل يلزمهم أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دعاء الرسول إما دعاء الصحابة للرسول يعني مناداتهم له لما يندهوله يندهوله إزاي يقول يا رسول الله يا نبي الله ما يقولوش يا محمد، هذا ليس من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أحدهم فيجوز أن يقولوا يا فلان يا عمر يا علي، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يوقروه ويعظموه التعظيم اللائق به بأن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله. الاحتمال الثاني والتفسير الثاني في الآية لا تجعلوا دعاء الرسول لكم، هنا من إضافة الفاعل للمصدر، الثانية من إضافة الأولاني من دعاء في الايه المفعول دعاءكم للرسول، يبقى دعا الرجل او دعا الصحابي الرسول، نادى الصحابي الرسول، فدعاء الرسول هنا اضافه المفعول للايه للمصدر. بنقول الرسول هو الذي دعا الرسول الرجل، فهنا دعاء الرسول يعني الرسول هو اللي بيدعو، يوم ما يدعو احدا لابد وان يجيب، ده لو كان في الصلاه يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يلوذ يحتمي يختفي بغيره ليخرج من الجيش أو من الجماعة التي مع النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يستأذنه. فأخبر الله عز وجل أنه قد علم هؤلاء، وهذا نوع تحذير وإنذار لهم بالعقوبة أن يتسللوا بعيدا عن الاستئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمي أحدهم بأنه في عامة الناس ربما لا يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تحذير من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة عندما تلا هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال أتدري ما الفتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني يبدأ الأمر يترك أمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقع في قلبي بدعة يصل الأمر به إلى الشرك حتى يقع في الكفر والعذول، يعني يشرك ويكفر بالله أو يصيبهم عذاب أليم. هذا دليل على حرمة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب وكذلك نهيه للتحريم، كما أن أمر الله في القرآن للوجوب ونهيه للتحريم ما لم يصرفه صرف. أوامر النبي عليه الصلاة والسلام كأوامر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال وقال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، دعاء معنى الطلب، تعالوا ليحكم بيننا رسول الله معناه تعالوا يحكم بيننا ربنا سبحانه وتعالى، لأن الرسول هو المبلغ عن الله أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، لأن الحاكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه بفرض الله، الله الذي فرض ذلك وأوجبه. إذا دعوا أي المنافقون عندهم نفاق إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
إذا فريق منهم معرضون. من علامات النفاق الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تعظيم مسألة قبول الحكم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد وأن يكون دعاء كل مسلم لتحكيم الكتاب وتحكيم السنة، يدعو غيره ومن اختلف معه وخصمه ومن وافقه ومن خالفه في كل موارد النزاع، يدعو إلى الكتاب والسنة. قال الله عن هؤلاء المنافقين الذين نزل فيهم الآيات: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، منقادين إذا كان الحق لهم، يأتون منقادين إذا كان الحق لهم، ولا يقبلون إذا كان الحق عليهم. هذا من علامات النفاق، يأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالفها. المؤمنون ليسوا كذلك. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هذا بيان لأحوال قلوبهم، فمنهم الذي في قلبه مرض النفاق والعياذ بالله، ومنهم من في قلبه مرض الشك والريب، وهم طبقات على اختلاف أحوالهم. وإن عملوا في الدنيا معاملة المسلمين، لكنهم عند الله عز وجل من المنافقين، والخطر عليهم إذا ماتوا على النفاق الأكبر أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. بل ما أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، لعدم يقينهم بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم والحيف والجور، بل أولئك هم الظالمون. قال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين، إنما أسلوب قصر، لا يوجد مؤمن يكون له قول آخر غير هذا القول إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن لا يمكن لمسلم أو مؤمن أن يقول كلمة أخرى غير سمعنا وأطعنا إذا دعي إلى الكتاب والسنة، إلى حكم الكتاب والسنة. وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كل هذا من أدلة لزوم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولزوم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسع مؤمنا أن يترك ذلك. من رأى أنه يسعه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قطع على نفسه بالنفاق، وحكم عليها بالخروج من زمرة المؤمنين. قال: وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، على معنى افتراضه حكمه، على معنى افتراض الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله افترض على الناس حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، علم الله وشهد في كتابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معصوم، وأن الله يوفقه في كل ما يقضي به، فهو الحق الموافق لما أنزله الله. هل في ذلك اختلاف في مسألة التي ذكرناها من قبل؟ هل في ذلك اختلاف عن مسألة هل يجوز الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول بحمد الله ليس كذلك، لأن إثبات اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال الخطأ عليه مشروط، أو نقول معه بأنه لكن لا يقره الوحي عليه. فكل ما لم ينزل الوحي ببيان وجود خطأ في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أمر أمر به فهو إذن من الوحي، طالما لم ينزل الوحي بتغييره، طالما نزل الوحي بإقراره فهو وحي من عند الله عز وجل. لأن الله أسعد نبيه صلى الله عليه وسلم بعصمته وتوفيقه، وشهد له بالهداية واتباع أمره. الرسول صلى الله عليه وسلم متبع لأمر الله،
كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنها طاعته، يبقى فرض محكم لا مؤول، لا يحتمل تخصيصا ولا نسخا، أمر ثابت لا نزاع فيه، أحكمه الله في كتاب لم يجعله متشابها. هذا الفرض المحكم هو إلزام الخلق جميعا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم الله أن طاعة رسوله طاعة له عز وجل، فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته أن طاعة رسوله طاعته، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. يريد الإمام الشافعي أن يبين ويقول أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر من الله، أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره. الرسول لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون، الرسول لا ينطق عن هوى نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل هذه الأدلة تدل على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وأنه هو فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع الوحي المنزل، وهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي المنزل طالما أقره الوحي فأصبح بيانا للوحي. باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه. هيبدأ أيام الباب في تفصيل الجملة الأخيرة، إنه قد قضى الله بتوفيق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أمره باتباع الوحي، وشهد له بأنه قد وقع منه ذلك بأنه اتبع أمره، فدل ذلك على أن كل ما قاله عليه الصلاة والسلام لازم لنا بحكم الكتاب. يبقى اللي بيقول نلتزم بالكتاب دون السنة قد ترك الكتاب. الذي يزعم أن بيننا وبينكم كتاب الله فما وردتم فيه من حلال فأحلوه وما وردتم من حرام فحرموه، هو لم يلتزم بكتاب الله. إن كان يعلم كتاب الله فقد أوجب الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إذن من أين يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحكم باتباع أمر الله، يحكم بفهمه عليه الصلاة والسلام لنصوص الكتاب والسنة، يحكم بما أوحاه الله إليه. فالله في القرآن أمره بأن يتقي الله وأن لا يطيع الكافرين والمنافقين. نعم، لأن طاعة الكافرين والمنافقين موالاة لهم، حذرنا الله من موالاتهم. تأمل جيدا، طاعة الله طاعة الكافرين والمنافقين منهي عنها لأنها موالاة لهم، ومن تبعهم ومن أطاعهم صار منهم على الأقل في قدر مشترك فيما بينهم. فمن لم ينهى الله عن طاعة الكافرين فقط، بل نهى عن طاعة المنافقين من ظهرت عليهم علامات النفاق، وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بالأولى خطاب لنا. أعني أن الرسول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه لا يطيع الكافرين والمنافقين نزلت الآيات بنهيه عن طاعتهم، وهو الذي يتقي الله، فنحن غير المعصومين أولى بأن يكون هذا الخطاب لنا. وهو عز وجل عليم حكيم، يعلم أن طاعتهم فيها الضرر، طاعة الكفار والمنافقين فيها الخبال والخلل. لذلك من يدعو إلى طاعة الكفار والمنافقين والعياذ بالله كلامه وأمره هذا دعوة إلى النار.
وكثير من الناس يغمض عينيه عن طاعة المنافقين ويأمر بطاعة المنافقين، وقد ظهر نفاقهم جليا بينا، فهذا خلل عظيم وغش للأمة حين يؤمر بطاعة المنافقين. قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. هو سبحانه وتعالى العليم بعواقب الأمور، الحكيم الذي أحكم شرعه ووضع الأشياء في مواضعها، أمرنا بأن نتبع ما أوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أمر الله وهو ما أوحاه إليه، وعلينا أن نمتثل نحن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يتبع الوحي المنزل إليه. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم متبع للوحي، لا يأتي بشيء من عنده. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. هؤلاء الذين بين لهم مرارا فأعرضوا، فليعرض عنهم ولينشغل عنهم بغيرهم ممن ينتفع بالكلام الذي يقوله له وينتفع بالوحي المنزل. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمره الله أن يتبع الشريعة التي أوحاها الله إليه وجعله عليها، وهو ما أوحاه الله إليه من الكتاب ومن السنة كذلك. وحذره، والتحذير لنا، من اتباع ما يهواه الذين لا يعلمون. وهم دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف دينه وكل من خالف سنته صلى الله عليه وسلم. يقول: فأعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهذا من معاني العصمة، أن يضلوه، ما عاصمه الله أن يضلوه. هذا من معاني العصمة، ليس فقط عصمته صلى الله عليه وسلم من أن يؤذيه الكفار أو أن يقتلوه أو أن يجرحوه. بعد أن نزلت الآية، الله عز وجل عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينال الكفار منه ما يريدون، ولو جرح عليه الصلاة والسلام فهذا ليس منافيا للعصمة، والله أعلم، لكن لا ينال الكفار منه ما يريدون. والعصمة أيضا من معانيها أن الله عصمه أن يضلوه حين أرادوا إضلاله. فإذا أثبت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم العصمة، معصوم عليه الصلاة والسلام أن يقع في مخالفة أمر الله. قال: وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به، والهدى في نفسه صلى الله عليه وسلم، وهداية من اتبعه. إذن الله أمره وأعلمه أنه معصوم، أمره باتباع الوحي، وأخبره أنه معصوم من الناس فلا يستطيعون إضلاله عن الوحي، وشهد له بأنه مستمسك بما أوحى الله إليه. فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو صلى الله عليه وآله وسلم مهدي، وهو يهدي من اتبعه إلى صراط مستقيم. نعم، ثبته الله عز وجل كما قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لم يركن إليهم شيئا قليلا، ثبته الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب، وهو من أمره عز وجل ليس من خلقه. القرآن كلام الله من أمره عز وجل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن يعلم تفاصيل الكتاب وتفاصيل الإيمان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أنه لم يكن مسلما، بل هو صلى الله عليه وسلم لم يزل موحدا، ولكن لم يكن يعلم تفاصيل الكتاب ولا تفاصيل الإيمان،
حتى أوحاها الله إليه. قال ولكن جعلناه نورا، سمى القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب، وسماه نورا لأنهم يبصرون به ما حولهم ويبصرون حقائق الوجود. نهدي به من نشاء من عبادنا، هديه التوفيق والإسعاد، الله يهدي بها من يشاء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي ذات البيان المنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق والمثبت له من أنواع الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان والإرشاد. فكل من اتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهدي. قال الله وقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أعلمه الله بمنه عليه بأنهم لا يمكنهم أن يضلوه ولا أن يضروه. من حاول إضلال الرسول صلى الله عليه وسلم أضل نفسه وضر نفسه. وفضل الله عليه تضمن أن لا يضله أحد ولا يمكن لأحد أن يضله، فكلامه كله هدى وكلامه كله حق. والآية فيها بيان أن المنزل من عند الله هو الكتاب والسنة، لأن الله قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. إذن السنة منزلة، الحكمة هي السنة، وما تضمنه الكتاب أيضا من الحكمة كل ذلك منزل. وعلمك ما لم تكن تعلم، فتعليم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقوله بأمر الله عز وجل. يقول فأبان الله أن قد فرض على نبي اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ، البلاغ يعني، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به، يعني شهد الرسول صلى الله عليه وسلم به لنفسه. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. ونحن نشهد له بالبلاغ تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته. أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.